بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان والى الابد امين. اسبوع طبعا يعني مليان بالدروس ومليان بالبركات، وبنستناه من السنة للسنة. وزي ما احنا عارفين انه كان زمان هذا الاسبوع يجي كل 33 سنة، ولكن الاباء لقوا انه في البعض من المؤمنين ممكن يتولدوا ويعيشوا ويغادروا الحياة من غير ما يحضروا في حياتهم اسبوع واحد للالام. وبعد كده الاباء خصصوا انه يبقى الاسبوع كل سنة، وكان بيجي بعيد عن الصوم الكبير. وبعد كده في تطور اخر للتدبير الكنسي، بقى هذا الاسبوع يجي مرتبط بالصوم الكبير، وبقينا بنصلي زي ما احنا معتادين الصوم الكبير نختمه باسبوع الالام. هذا الاسبوع احبائي مسكين الانسان اللي يعديه من غير ما يستفيد منه حقيقي يعني. لكن بطبيعه الحال وبطبيعه البشر لما الحاجه بتبقى كتيره بين ايديهم بيفرطوا فيها بسهوله. فيظهر احنا لما بنتعود على الحاجه بتفقد بريقها في اعيننا، وبنقول ما يجراش حاجه، اهو الصوم عدى في صوم تاني هيجي، اسبوع الالام عدى، السنه الجايه هنعيش ونحضر اسبوع الالام. وربنا في محبته وستره علينا بيدينا ان احنا بالفعل احبائي تمر علينا الايام وتيجي من تاني ونحتفل باسبوع الالام. يعني كان المفروض ان احنا بنرتب عظات، بس خطيتي انا انشغلت شويه النهارده فما رتبتش الوعظ. فهاخد معاكم كده مقدمه بسيطه يعني ازاي نستفيد من اسبوع الالام. يعني حلو قوي انه الانسان يحط على قلبه ان هو يستفيد. لو خدت بالكم في الانجيل بتاع الساعة الاولى من ليلة الاثنين، لما جه فيلبس وقال لاندراوس والاثنين راحوا ليسوع وبيقولوا له ان في ناس من اليونانيين عايزين يشوفوك يا رب، بيقولوا نريد ان نرى يسوع. فكنا نتخيل انه اجابة ربنا يسوع المسيح على هذا الطلب انه يقول لهم اهلا وسهلا، خليهم يجوا نتقابل ونتكلم ونتحاور، يسألوني وجاوب. لكن العجيب احبائي ان احنا بنلاقي الرد بتاع ربنا يسوع المسيح من اعمق ما يكون. لقينا ربنا بيرد على طول بالمبادئ بتاعة الخلاص الذي اتى لاجله. يقول كده ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتموت فهي تبقى وحدها، وان مات تأتي بثمر كثير. ويقول كده من وضع نفسه من اجل يجدها، ومن اضاع من يرفعها، ومن اضاع نفسه يجدها، ومن وجد نفسه يضيعها. وايها الاب مجد ابنك، ويقول له مجدت وامجد ايضا. وفي الاخر يقول النور معكم زمانا يسيرا، امنوا بالنور ما دام لكم النور لتصيروا ابناء النور. ايه يا رب الناس دي ما طلبتش منك انك انت تقول لها الكلام الكبير ده؟ لكن هو ربنا كان قاصد حاجه، ان هو يحط مؤمنيه وتابعيه في المشهد بتاع الخلاص. ومشهد الخلاص ده احبائي هو مشهد الالم، لان الخلاص كان هيجي بالصليب، كان هيجي بالصليب. وكأن ربنا بيقول انا مش عايز ناس تتفرج عليا، مش عايز ناس سمعوا عني يجوا يقولوا فين يسوع ده اللي انتوا بتتكلموا عليه. لا انا مش عايز كده، انا مانيش فرجة، انا مانيش جاي عشان اعمل شو الناس يعني تتفرج عليا. يا ريت محبة في عربية يهسين طه 754 واقفة، اعتقد عاملة مشكلة تحت، عربية زيتي كده ماركتها او رقم بتاعها يهسين طه
754. صاحبها من فضلكم لو موجود معانا ينزل يبعدها شويه عن الكنيسه بس. فربنا مش عايز ناس جايين شغوفين بس ان هم يتعرفوا عليه، لا، المسيح مش فرجه، ده ربنا عايز ناس تشاركوا الهدف، تشاركوا الهدف، تشاركوا المبادئ، تشاركوا الغرض اللي اتى لاجله. عشان كده هو قال لهذه الساعه اتيت، وقال ايها الاب نجني من هذا الساعه، هذه الساعه، ولكن من اجل هذا قد اتت الساعه، او قد اتيت الى هذه الساعه. عشان كده احبائي مسكين قوي اللي يجي اسبوع الالام بغرض اخر غير ان هو ينتفع، غير ان هو يتلامس مع الحقائق الخلاصيه اللي ربنا اتى لاجلها. اليونانيين دول جايين نريد ان نرى يسوع، يعني عايزين يشوفوا مين يسوع ده. فربنا رد رد تاني خالص، ما سمعناش ان هو استضافهم وقعد معاهم او كلمهم او حاورهم او سمع لهم ولا حاجه خالص. اتكلم دخله في منتهى العمق، لو تقروا هذا الانجيل من يوحنا 12، دخله في منتهى العمق. والكنيسه حطته على فكره في اول ليله، في اول ساعة من ساعات ليلة الاثنين، عشان ده يبقى الايه، الفرشة بتاعة الاسبوع كله. يعني من الاول كده وانت جاي النهاردة البصخة، خد بالك، خد بالك انت جاي ليه، جاي تتفرج علينا، جاي تتفرج على الصليب، جاي تقول لي سوكتا تقوم تقعد تعمل كده، ولا جاي علشان تسمع عن يسوع المخلص، ولا جاي عشان تتقابل مع يسوع المخلص اللي يعتبر نفسه حبة حنطة واختار انه يموت علشان يأتي بثمر كثير، ويبقى الثمر الكثير ده وانا وانت وانتي لما نبقى في الكنيسة بنعبد ربنا عبادة حقيقية على الارض، ولما نكمل غربتنا على الارض نكون موجودين معاه في السماء اللي فتحها بصليبه وبدمه وبفدائه وبخلاصه وبذبحته. انت جاي ليه؟ انت بتشارك المسيح هذا الاسبوع ليه؟ مهم قوي انك انت تبقى واخد بالك من الحته ده، مبدا مهم قوي، انك انت مش جاي عشان تتفرج، انت جاي علشان تشارك، انت جاي علشان تتلامس، انت جاي علشان تجدد عهود حلوه بينك وبين ربنا، انت جاي علشان تقول له يا رب جروح محبتك دي على عيني يا رب، انا اللي فات ده يا رب، السنه اللي فاتت دي يمكن انا السنه اللي فاتت سخنت شويه، بس بعد كده تعبت تاني، وقعت تاني، اخطيت تاني، انا جاي النهارده يا رب اقولك من جديد يا رب اديني نعمه واديني خلاصك، ومن جديد يا رب جدد فيا كل عملك ده يا رب، وكل ثمار الصليب يا رب اللي انت اديتها انا محتاجها جديده هذا العام. الشاطر بقى احبائي يفتح ودانه قوي للقراءات، يفتح عينه قوي للي بيقراه واللي بيسمعه، يفتح قلبه ويدي من وقته ويدي من اهتماماته. في ناس بتاخد اجازات، في ناس بتاخد اجازات ما يروحوش الاشغال في الوقت ده. انا اعرف ناس كده ياخدوا في السنه اسبوعين بس على بعض، يجمعوا اجازاتهم كده اسبوعين في السنه، يقول لك اسبوع الالام واسبوع المصيف بس، ما عندوش حاجه تاني، يجي اسبوع الالام يقضيه في الكنيسه وبعد كده المصيف عشان خاطر العيال. يعني كانوا اذا كان عليه مش عايز يسيب الكنيسه. ليه؟ لانه اسبوع غير عادي، لو مر علينا من غير ما ننتفع صدقوني هنبقى خسرنا كتير. طب انتفع ازاي من اسبوع الالام؟ يعني ده الدرس اللي عايزين ناخد بقى، انتفع ازاي. اول حاجه زي ما بقول لك، ما تجيش تتفرج، ما تجيش مجرد واحد عايز يشوف ايه اللي بيحصل، يعني ايه اللي جرى في الصليب، يعني لا، مش فرجه، المسيح مش فرجه، تعالى مشارك، تعالى مصلي، تعالى عابدا، تعالى وعندك نية انك انت تستفيد وتاخد الكلمة جواك وتروح بيتك وتمسك الكتاب ومعك ورقة وقلم وتخطط وتطلع دروس وتكتب تأملات وتشوف الموضوع ده ماشي ازاي، ايه اللي حاصل، ازاي الكنيسة مرتباها بالطريقة دي، ايه اللي حصل يوم الحد واللي حصل يوم الاثنين واللي حصل يوم الثلاث، ايه اللي جرى يا جماعة، اللي حصل الاسبوع ده ازاي مر كده، ازاي اليهود عميوا هذا العمى، ازاي ازاي ازاي، اذا الاهتمام اللي مطلوب انه يكون موجود في هذا الاسبوع. عشان ما توهكوش في كلام كتير، انا هاخد نقط محددة واديكوا دروس بسيطة كده ازاي نتعلم نستفيد من اسبوع الالام. اسبوع الالام احنا بنستفيد من كل حاجة،
بنستفيد من أشخاص، بنستفيد من أماكن، بنستفيد من نباتات، بنستفيد من حيوانات، بنستفيد من جمادات. يعني الشاطر يتتلمذ على كل حاجة بقى، أماكن أشخاص الأول، أماكن نباتات، حيوانات، جمادات، وحاجات تاني كتير ممكن تبقى انت أشطر مني وتطلع منها حاجات تاني حلوة خالص. الأشخاص انتوا عارفين القصة كلها، مش هبتدي بيهم، لكن ممكن نستفيد من ايه؟ من أماكن. أماكن سمعنا النهاردة الصبح المسيح دخل أورشليم، أدي بلد، وسمعنا بيت فاجي، أدي قرية، وسمعنا بيت عنيا، مش كده؟ أدي إيه؟ أدي قرية، وسمعنا جبل الزيتون، وسمعنا منحدر جبل، سمعنا كل المشاوير دي، تمام؟ سمعنا ده كله يعني. طب الأماكن دي معناها إيه؟ يعني تعدي عليا إزاي؟ تعدي عليا إزاي؟ درس بسيط خالص الصبحية أبونا كيرولوس كلمنا عنه، إن أنا أكون أورشليم. أكون أورشليم اللي دخلها المسيح النهاردة. أنت فرحان لما المسيح بيجي لحياتك؟ أنت فرحان وهو داخل بيتك؟ فرحان هو بيوقف على باب قلبك وعايز يدخل؟ ولا هو جاي كده هيبصلك ويبكي زي ما بكى على أورشليم وقال لها يا خسارة يا أورشليم، لم تعرفي زمان افتقادك، لم تميزي زمان افتقادك، لم تعرفي ما هو لسلامك. ده يا رب ده كلام صعب، ده كلام صعب يا رب. ده انت بتقول لها انه هيجي وقت يحيط بك اعدائك بمطرسة ويهدمونك وبنيك فيك. لا يا رب ما تكتبهاش، ما تكتبهاش يا رب، ما تكتبش ابدا على بيتي او على قلبي او على حياتي الخراب. لا 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 يا رب، لا يا رب ارجوك. انا عارف ان في اعداء عايزيني انهدم، بس انا واثق يا رب في محبتك. انا النهارده يا رب اورشليم اللي بتحبك، اورشليم اللي مرحبه بيك، اورشليم يا رب اللي مش ممكن ابدا هتفرغ فيك. ده انا يا رب جاي النهارده لاني اورشليم، اقول لك انا جاي لك يا رب في بيتك، ومش هحزن قلبك ابدا يا رب، ومش هخليك تبكي. انا يا رب اورشليم الحلوه اللي انت بتحبها واللي انت اشتهيت يا رب تدخلها، وان انت جيت يا رب علشان تخلصها. هعرف يا رب ما هو لسلامي، وهعرف يا رب زمان افتقادي، وهعتبر هذا الاسبوع زمان افتقادي، واقول لك اشكرك يا رب انك انت اديتني حياة جديدة، اديتني 365 يوم مروا علي يا رب، وجيت تاني اسبوع الالام بقول سكتك يجوم، وفي الكنيسة الحلوة ومع الاباء يا رب اللي بيعملولنا اسبوع الام مميز على مستوى كل الكنائس. يا رب انا بشكرك انك انت اديتني تاني اكون اورشليم. اورشليم درس بسيط، درس بسيط. بيت فاجي معناها بيت التين، من بيت فاجي عند منحدر جبل الزيتون ربنا بعت التلميذين قال لهم روحوا يلا هتلاقوا الجحش مربوط حلوه تعالوا كده وقولوا الرب محتاج اليهم. بيت فاجي منحدر جبل الزيتون، عندنا هنا نباتين، اول حاجة ايه؟ التين، وتاني حاجة الزيتون. التين شبع وحلاوة، فاكهة حلوة قوي التين ده، شبع وحلاوة. والزيتون شفاء واستنارة ونضارة وخضار كل ايام السنة. ادي الزيتون، منحدر جبل الزيتون. وتاخد بالك من منحدر جبل الزيتون ده، منحدر يعني ايه؟ يعني حاجة نازلة من الجبل، طريق نازل من الجبل على تحت. اصل الزيتون كده الزيت له طبع هادي قوي، الزيت له طبع الاتضاع، فمنحدر جبل الزيتون. ايه ده يا رب انت عايز تقول ايه يا ابونا يعقوب في الموضوع دوت؟ موضوع بسيط خالص خالص خالص. والمسيح هو جاي على اورشليم جاي جعان، فعد على بيت فاجي. هو عايز المسيح يقول لك يا ترى هتبقى بيت فاجي، هيبقى عندك بيت التين، يبقى عندك شبع ليا، لو جيت وانا جعان هلاقي عندك حاجة اكلها، هلاقي عندك حاجة تفرحني، هلاقي عندك حاجة تشبعني، هلاقيك بتصلي، هلاقيك فتح انجيلك، هلاقيك مهتم، ولا انت دماغك مش معايا وقلبك مش معايا؟ لا خد بالك يا رب، انا هتلاقي عندي بيت فاجي يا رب. طب هلاقي عندك زيتون، هلاقي عندك زيت،
هلاقي عندك عمل للروح القدس، هلاقي عندك النعومة بتاعة زيت الزيتون، هلاقي عندك الاستنارة لما بنولع زيت الزيتون في القطنة بتنور قوي، نور حلو قوي، هلاقي عندك النضارة والشفاء بتاع الزيت، هلاقي عندك الاتضاع ولا لا؟ ده الايه؟ بيت فاجي ومنحدر جبل الزيتون. تسمع عن بيت عنيا. بيت عنيا بقى دي بصراحة حكاية. المسيح طول الاسبوع ده بدءا من النهاردة، يعني الليلة دي بيت في بيت عنيا مش في اورشليم، يسيب اورشليم ويروح يبيت في بيت عنيا، والصبح يجي بعضه ويجي طول النهار في الهيكل يعلم ويصدروه ويتخانقوا معاه، واخر النهار ايه ياخد بعضه ويروح بيت عنيا. اشمعنى بيت عنيا يا رب؟ بيت عنيا معناها بيت البؤس او بيت العناء. يا رب انا بقى بص بقى دي جت على الجرح، انا كل بؤس يا رب حسب، بس بؤس ليه يا حبيبي؟ ازاي تبقى مع المسيح ويبقى بيتك بيت بؤس وتبقى حياتك مليانة بؤسا؟ لا تقولش كده، مسيح في حياتك حبيبي. المسيح حول بيت عنيا اللي هي بيت العناء وبيت البؤس الى اشهر بيت موجود في العهد الجديد بعد علية مرمرقس وبعد الهيكل. المسيح كان بيسيب اورشليم مدينة الملك العظيم ويروح يبيت في بيت عنيا، ساب بيته الشخصي لانه لقاهم عملوه مغارة لصوص وراح يبيت في بيت عنيا. ايه يا رب كان في بيت عنيا مخليك متمسك قوي ببيت عنيا ومشدود قوي لبيت عنيا؟ يقول لك يا ابونا يعقوب ده بيت حلو قوي، اصل الجماعة الغلبة دول انا بحبهم، الذين يعانون انا بحبهم. اصل بيت عنيا يا ابونا يعقوب في ناس يحبوني. انت بتحبه؟ اصل ده بلاقي هناك لعازر اللي عارف انا عملت معاه ايه، اللي قومته من الموت. يا ترى عندك لعازر؟ عندك احساس ان الخطية موتتك ولما قدمت توبة وستر عليك المسيح رفعك من الموت وقومك؟ فبتقول له تعالى يا رب بيتي ما تسيبوش عشان افضل حي باستمرار بالتوبة. تبقى انت كده ساعتها لعازر وبيتك بيت عنيا. عندك مريم نفسك الحلوة اللي بتحب تقعد عند رجلين السيد وتسمع وتتعلم وتتتلمذ. مريم الرهبة المتصوفة، يقول عنها كده في الكتب الأجنبية، المتصوفة اللي أدمنت تقعد عند قدمي المسيح وعينيها لفمه هو عمال يتكلم. مريم المتأملة، مريم اللي عندها مخدع في بيتها، نفسك الحلوة اللي بتحب تصلي وتكلم ربنا بحوار الحب الدائم بينها وبينه. مريم عندك مرسى، مرسى مش وحشة على فكرة، مرسى دي حلوة خالص، حلوة خالص، هي مهتمة بيسوع بتخدم، اخدم. عندك مرسى اللي عايزة تريح السيد، اللي عايزة تعمل له أكلة حلوة، طبخة حلوة، اللي عايزة تنظف له الأوضة، اللي عايزة إنها تخلي البيت حلو، عندك الاهتمام بتاع مرسى. صح مرسى وحشة في الاضطراب لكن حلوة في الاهتمام، خليك مهتم بلاش تضطرب، تبقى مرسى. ادي بيت عنيا، ادي بيت عنيا. في بيت عنيا عندك طيب، تجري بقى من بيت العازر ومريم ومرسى لبيت سمعان الغيور وتدهنه على رأس السيد وانزل على رجلين السيد. عندك الحب اللي قدمته مريم وهتقدمه يوم الاربعاء اللي جاي، ده بيت عنيا. سمعت عن الهيكل؟ ده مكان. الهيكل جواك حبيبي شكله ايه؟ الهيكل اللي نظفه لك المسيح ولا اللي من جديد انداس؟ من جديد انداس. لكل واحد عايز يعمل حاجة يعملها، اللي يعدي بقرة يعدي، اللي يعدي بكلب يعدي، اللي يعدي بقطة يعدي، اللي شيل له قفص حمام يعدي، اللي عمال يزعق وينادي على بضاعة عمال يزعق، اللي بيدلل على الفلوس اللي معاه والعملات اللي عمال عايز يغيرها، اللي اي حد شايل اي حاجة يعدي. عشان كده لما نضفه يقول لم يدع احد يجتاز الهيكل بمتاع. يا ترى انت الشياطين عمالة تعدي في قلبك بامتعة؟ امتعة يعني ايه؟ يعني شغل العالم، شغل العالم. قلبك اهتماماته ايه؟ الشغل والفلوس والبورصة والمدير والمش عارف ايه، حاسب حاسب كل دي امتعة العالم.
ابليس عمال يعدي في قلبك، قول يا رب انا قلبي هيبقى حاجه جديده خالص يا رب السنه دي. اتكلمنا عن ايه دلوقتي؟ حد فاكر؟ ها اول حاجه قلنا لنا خمس حاجات مش هتكلم عنهم، ما تخافوش يعني، خلصت خلاص. اول حاجه اماكن، تاني حاجه شخصيات، تالت حاجه نباتات، حيوانات، جمادات. ناخد واحدة تاني وخلاص يعني، واخدين بالكم؟ تعالوا شوفوا النباتات. انا بصراحة بتعجبني قوي قوي جميزة زك. انا شفت الجميزة دي بتقول لزكة انزل يا زكة قبل المسيح، هو طالع عليها كده عمال طبعا قصير بقى وعمال يعيني بيعافر، تقول له ما تطلعنيش يا زكة، انزل يا زكة. ليه يا ستي عايز اطلع؟ لا انزل يا زكة، عايز اشوف يسوع، انزل يا زكة. بتقول له انزل ليه الجميزة؟ تقول له ليه انزل؟ عارفين بتقول له ليه انزل؟ لسببين. تقول له بص يا زكة حبيبي، اللي انت بتعمله ده ما ينفعش، المسيح اللي انت عايز تشوفه عارفك من قبل ما تتولد، انت مش محتاج انك تعلاله علشان يشوفك، ده هيجيبك من اي حتة انت فيها. اوعى تفكر انك انت عشان قصير مش هيشوفك. شوفوا الجميزة بتعلمنا، جميزة بتعلمنا. تقول له انزل يا زكة ما تطلعش عليا، هو عارفك، هو حبك، هو عايزك، هو هيدعوك، هو كشفك، كشف قلبك من قبل ما انت تفكر حتى فيه، قبل ما يخلعك هو عارفك. جميزة ايه يا زكة اللي طلع عليها؟ سيبني يا زكة للشغل اللي انا جاي علشانه. جميزة تكلم زكة وتقول له كمان يا زكة انزل، انا مش بتاعتك يا زكة، انا بتاعت المسيح. عارفين ليه؟ لان الخشب بتاعت الصليب اللي صلبوا المسيح عليها كانت مأخوذة من شجرة جميز، كان خشب جميز. فتقول له سيبني ياخدوا مني ويعملوا الصليب اللي اتعلق عليه مين؟ المسيح. مش مكانك يا زكة، لو الجمازة مكان واحد فيكم ما كانش المسيح اتصلب. انزل يا زكة، سيب الصليب للمسيح الذي اتى لكي يصلب عليه. جميزة بتعلمنا، جميزة بتعلمنا درس حلو قوي من الجميزة. حتى كلمة لذيذة كده تعلمنا حاجات كتير. الجميزة شجرة التين تعلمنا ولا ما تعلمناش؟ طبعا انتوا حفظتوا الدرس بتاع الرياء، ها وشكل بس، انما يهمني من جوه يكون في ثمر، يكون في حاجات فضائل موجودة في حياتي علشان خاطر الله يشبع، المسيح يشبع لما يلاقي فيا فضائل. وبكرة الصبح بنعمة ربنا أبونا أثناسيوس كاتب لنا مقالة صغيرة عن شجرة التين، وإزاي أنا بقول لربنا يا رب أرجوك ما تلعنيش لكني علمني وساعدني أثمر كل يوم. الآباء بيكتبوا لنا مقالة حلوة كده، فبكرة بنعمة ربنا هتاخدوا الدرس بتاع شجرة التين الصبح ان شاء الله. دي النباتات، فين طبعا في نباتات تاني يعني، الا بقى الشوك، الا الشوك ده في اسبوع الالام، الا الشوك ده. لو سألت شوكة من اكليل الشوك قلت لها يا شوكة، يا شوكة اعملي معروف قوليلي كان احساسك ايه وانت تلامسين دم الحمل الحقيقي، عارفين هتقول ايه؟ هتقول ارتعشت يا حبيبي، هتقول احسست انه ينزع عني اللعنات. مثل الشوكة دي ايه؟ ثمرة الارض الملعونة، مش كده؟ جابوا اللعنة حطوها على راس السيد الطاهر القدوس، فالشوكة تقول حسيت اني انا بتزلزل. ليه؟ اصله بينزع عني وعن ارضي اللعنة. الشوكة تتكلم، عملت ايه لما تلمست مع جبينه، لما تلمست مع دم الحمل؟ فتعلم من الشوك، اقول يا رب دمك يطهرني، زمان يا رب في معموديتي نزع عني اللعنة، دمك يا رب يطهرني، خليني دايما عايش يا رب في البركات. دي النباتات. ها تاخدوا الحيوانات، في الحيوانات، ها الرب محتاجا اليهما، اللي هما الايه؟ الجحش والايه؟ والاتان. الناس بتختلف، يقول لك هو ركب الجحش ولا ركب الاتان، وزكريا ما جابش سيره الاتان،
جاب سيرة الجحش، واحد يقول لك ده معلمنا متى اصله غلط. لا متى ما غلطش ولا حاجة، ومنتهى البساطة الجحش ده كان لسه طالع ابن امه ومحدش ركبه خالص قبل كده، ولو سألنا اي واحد حمار يعني له في الحمير بيفهم، ها يقول لك بص جحش هتاخده لسه محدش يستعمله، لازم تاخد مع امه تمشي جنبه علشان يفضل هادي. يا سلام يا سلام، يقول لك الجحش الذي لم يركبه انسان تصحبه امه. عشان كده المسيح قال له حبيبي يا جحش انا تعالى وهات امك معاك عشان اركبك وانت في هدوء وفي وداعة. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. ربنا كان عايز اليهود يحتضنوا الامم، عايز الاتان ترافق الجحش، بس للأسف اليهود بقى كانوا اتان غبية فرطت في الجحش، بس ربنا افتقد الجحش وخلى الجحش يعرف الخلاص، الامم يعرفوا الخلاص، والاتان تيجي براحتها بعدين في اخر الزمان. فما تتلخبطوش في حتة الجحش والاتان، ها واتى وركب على الجحش. يا سلام على الجحش ده بصراحة، الجحش ده حكاية. شوف بقى يقول لك ايه، لم يركبه انسان. لو قلبي يا رب جحش، نفسي يا رب يبقى دايما جديد، انت اول واحد يا رب تركب عليه. لو فكري يا رب جحش، تكون اول يا رب حد بيحط فيه فكرة. لو حياتي يا رب جحش، تكون اول واحد يا رب بتحتلها. خليك دايما جديد. في المعمودية بقينا استعمال زيرو، عارفين عربية زيرو، بين استعمال زيرو. في التوبة بنطلع زيرو برضو، مش كسر الزيرو، بنطلع برضو زيرو في التوبة وفي الاعتراف. في التناول بنطلع زيرو، مش عايز اقول نطلع جحش ما لم يعلوه انسان، انا هقول عن نفسي، كل واحد فيكم بقى حر مع نفسه يعني، واخدين بالكم، انما نطلع جديد. ده الجحش اللي دخل عليه المسيح. الجحش ده حلو قوي، الجحش ده بيعلمنا الاتضاع. عارفين ليه؟ داخل اورشليم والناس عمالة تهلل ويفرشوا بقى ومصانع على الارض وشجر الزيتون وزعف النقيل ويتنططوا حواليه، ويمكن واحد يعمل له على 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 الشوشة بتاعته كده ولا بتاع، ما هو لسه ما حلقلوش، ده جحش كده لسه صغير. حد فينا شاف الجحش؟ شاف مرة صورة، اهي الصورة فوق اهي، حد مننا شافه كده راح واقف على الرجلين اللي ورا وقعد يرقص؟ يقول يا حلاوتي يا جمالي الناس عماله تهلل. لا 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 لا، هو ماشي وشه فين؟ باصص للارض. طب لو سالته وانا مشيت جنبه، يا حم يا عم جحش انت يعني مش همك كل الهيصه دي؟ يقول لك انت اللي مش فاهم. شوف بقى طلع الجحش فاهم عني، انت اللي مش فاهم، ده كل ده على اللي راكب عليا مش ليا انا. افهم يا اخي، يا اخي افهم، افهم ان اي مديح بيتقدم لك بيتقدم للي راكبك. مين اللي راكبك؟ مين اللي فوقك؟ مين اللي اداك النعمة؟ مين اللي ماسك فكرك؟ مين اللي ادالك كلام حكمة؟ مين اللي ادالك نعمة في عين رؤسائك؟ مين اللي نطق على لسانك في مشكلة كنت متورط فيها وربنا نجاك؟ مين اللي سترك في المواقف اللي فاتت دي كلها؟ مين رفع عنك؟ مين ادك كرامة في اعين الناس؟ مين ادك مهابة في اعين الناس؟ مين اللي انقذك؟ انت من نفسك جدعنتك يعني، ولا من المسيح اللي انت قبلته في حياتك؟ شوفوا بقى الجحش، حكاية الجحش بيعلم حاجات كتير. الرب محتاج اليهما. يا سلام عليك يا رب، ابقى انا جحش وانت تحتاجني؟ اه، ربنا دايما يحتاج البسطاء ويحتاج الغلابة ويحتاج المساكين، يحتاج اللي ينزلوا الى هذا المستوى. دي الايه؟ الحيوانات. كفاية عليكم كده النهاردة، وربنا يبارك حياتكم يديكم النعمة، وبنعمة ربنا بكرة نشوف لكم حد تاني يتكلم بقى بدل الورطة اللي أنا فيها دي. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.